قصة حب ماتت قبل أن تولد، فكفنها العاشق بقصيدة تضمنت اتهامات لمعشوقته. 50 عاماً مضت قبل أن ترد الحبيبة على الاتهامات التي وردت بحقها في قصيدة أنا وليلى. للغناء قصة من الشرق بودكاست. كان الشاب العراقي حسن المرواني يدرس في جامعة بغداد مطلع 70s عندما وقع في حب زميلة له. خجله منعه من مفاتحتها في الموضوع قبل أن يستجمع قواه ويرسل لها طالبة أخرى. وقع ما كان يخشاه حسن، صدته ليلى. أصابت الخيبة المرواني، اعتكف في غرفته أياماً دون أن يتكلم مع أحد. عاد المرواني إلى الجامعة بعدما اختزل مشاعره في قصيدة، وفي إحدى المناسبات في الجامعة ألقى حسن مطلعها وبعض أبياتها. مات في محراب عينيك ابتهالك واستسلمت لرياح اليأس رايات. مرت السنوات، غابت الحبيبة عن حبيبها واختفى ذكر القصيدة. لكن في منتصف الثمانينات كان كاظم الساهر يخدم في الجيش العراقي عندما قرأ 4 أسطر من القصيدة في ورقة كانت لدى زميل له، فهزت مشاعره. سأل عن صاحب القصيدة فزعم زميله أنه كاتبها. دشن كاظم مسيرته الغنائية وأصبح من أشهر المطربين العرب، أصدر الألبوم تلو الألبوم وتغنى بقصائد الشاعر نزار قباني، لكن قصيدة أنا وليلى ظلت محفورة في وجدانه وظل يبحث عن كاتبها الحقيقي. في منتصف التسعينات التقى القيصر صديقاً أخبره أنه يعرف أحد أقارب كاتب القصيدة. وصل الساهر إلى المرواني الذي كان مدرس لغة عربية في إحدى القرى العراقية النائية وأحضر بقية الأبيات. اختار الساهر الأبيات التي يريد غناءها ولحنها، ثم استدعى المرواني الذي انهار باكياً عندما سمع الأغنية في الأستوديو. وكذلك ليلى قالت إنها بكت عندما سمعت الأغنية بالراديو، وتألمت من اتهام المرواني لها باللهاث وراء المال عندما قال: كانتك عيناك في زيف وفي كذب، أم غرك البهرج الخداع. أما حسن وبعد أن غزا الشيب رأسه فأكد أنه ربما لم يكن منصفاً في ثورته ضد ليلى في وقت كتابة القصيدة.